حين ولدت أعطيتني قلبا صغيرا خاليا ملأته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد. أنا منى عبد الله شنودة، المنطقة غرب إسماعيلية. دخلت الدين الإسلام على اقتناع، محدش غاصبني على حاجة ومحدش خاطفني. أنا مقتنعة 100% باللي أنا عملته. بشكر ربنا إنه أهداني لنور الحق، وبطلب من أي حد سمعني إنه هو يحميني، وبطلب من رئيس الجمهورية إنه يحميني، وبطلب من الشيخ الأزهر إنه يحميني. وأنا ما عملتش حاجة غلط، محدش غاصبني على حاجة ومحدش خاطفني، وأنا مقتنعة 100% وواثقة في 100% في اللي أنا عملته من صح. أنت حبيبي ومالكي، حبك في قلبي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد. أنا منى عبد الله شنودة سعيد، منطقة غرب إسماعيلية. أنا مسلمة، دخلت دين الإسلام عن قناعة. محدش خاطبني ومحدش خاطفني ومحدش أقدرني على حاجة. أنا داخلة كده مقتنعة 100% باللي أنا عملته. الحمد لله ربنا أهداني لنور الإسلام. أنا أشهرت النهاردة إسلامي في الأزهر، دي شهادة إشهاري. أنا أصبحت من الآن مسلمة والحمد لله رب العالمين. اسمي حاليا حبيبة محمد أحمد محمود. وبطلب من كل المسلمين إخواتي إن هم يحموني، بطلب من رئيس الجمهورية وبطلب من الشيخ الأزهر إنه يحميني. أنا دخلت دين الإسلام عن قناعة، مقتنعة جدا 100% بالكلام اللي فيه، مقتنعة 100% بالدين الإسلامي نفسه، مش مقتنعة بأي دين تاني. وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمد رسول الله، والحمد لله أن ربنا هداني الدين الإسلامي، وربنا يهدي الجميع.